سيرس. صالح يلا حصلت انت معنا زين. يلا سير سير في المسجد. السلام عليكم. الرعدة دخلت. السلام عليكم. السلام عليكم. ماك جاي فوتين؟ في الخدمة ديري، ما ستة ونص، سمان دابا طلع. ستة ونص ديري، كلينا وشربنا والو ديري ما هادي واعرة عندك هادي. مشيت تاع عرفتي عاود عرفتي هادي بلاصة. شتي شتي تكلم. شتي أنا ملي تنخرج من عند ستة ونص، ما تندخل للدار حتى العشرة. ما تناكل ما تنشرب هنا في الزناقة. تصوم. صايم. وعلى ضرية فهمتيها والله غاضة اجمع راسك فيه خر ساكك انا دير ولدي ساكك انا دير ساكك تما مع الدراري تحرك شوية تحرك تحرك نمشيو تنمشيو تلقو كتافنا وتنتحركو شوية وتنحلو العلم ديالنا شوية مالك اش بغيتي دخلي زيدي زيد زيد يا زيد مالك شكون هو البنات اش كنتي تتريني شي حاجه تريني في كونتاك وتريني كاراتيه ودابا شنو باغا تقلبيها بوكس في عند من تريني في كونتاك عند ايمان هنايا في كونتاك ايمان دابا بغيتي تقلبيها بوكس تانتي معاها تتحماو جيبي الوريقة التصاور ديالك ورقة الخلق ثلاثة تصاور عقد الازدياد ديالك و سميتو وجي ويحن الله صافي غدا ان شاء الله مع ستة ونص يلا مرحبا يلا سي يلا راه السبعة هادي يلا سمع سمع مشي تندير لا بعقلي وراسي مهود مشي دير هاك هز العنق ديالي هنا هنا راسي هنا ملي تنسرح لاكوش ديالي تنطلق يديا واحد جوج ثلاثة وتنخرج ونقال يلا جماعة لتحت جماعة من لتحت جماعة جماعة من لتحت جماعة هاك هاك انت معقدة صح كنتي تدير الحديد ولا من هذا كمل بالدروة ديالك ضرب الدروة ديالك غرس هذا غرس الدروة ديالك بام 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 يلا هي واقف تنضرب راه ماشي هاك تنضربها فاس راس واحد اللي عند بنادم ماشي عنده اربعة الريوس تنضرب هنا خاصها تجي هنا تضرب هاكا ونجيك هاكا لا كنتي تدير الحديد ياك ها؟ هز عينك ايه وقف اجمع رجلك اجمع رجلك وقف وقف طبيعي وقف شوية لا شوية لا تطلق تطلق يديك اش تي مصيبة ديال الحديد كي دايرة انت دابا دغيا طحت طحت اي ويلي راه 75 عام واحد جوج ثلاثة 60 عام في البوكس حتى يدخل بنادم تنعرفوا شنو كاين رضا 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 تليفون كيصوني عليك شوف شكون نوض انا جاني يلا 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 نوض يلا
الرياضه ديال الملاكمه بديتها ملي كنت صغير، كانت في العمر ديالي تقريبا شي 9 سنوات. خالي ديجا اونسيان بوكسور قديم، كان تيدير لا بوكس وكان مدرب، وكنت كنمشي عندو للدار و تنشوفو تيتريني ب تيدوي مع ولادو تيتريني بهم هاد الرياضة هادي، وعجباتني حتى هي رياضة فردية، حتى أنا وليت تندير هاد الرياضة. الملاكمة من وليت كنعرفها نقاش خوتي كيديرو الملاكمة، عجباتني ديك الرياضة. حتى أنا مشيت معاهم مرة في الدار، الوالد كي قال لي ايدو كنبقى بحال هكا طايف معاه هادي، وطلبت الوالد ديالي باش يقول الاخ ديالي قيدني معاه. الاخ ديالي شو هو جا دخلني الملاكمة، مبقيتش كنتريني معاهم، عجباتني هاد الرياضة من صغري وانا عزيز على هاد الرياضة. شحال دايره في الميزان؟ يلا يلا خدمي، خدمي شويه، طلع لفوق، طلع لهي لفوق، طلع لفوق، الدخله راه مزيانه بعدا ديال الرينك، الدخله ديال الرينك عندك. دابا هي حنا بغيناها تتعلم كيفاش دير، انت يلا بديتي وهي يلا بدات. المهم حنا دابا بغيناها حتى هي تتعلم كيفاش تدخل ديال الرينك، كيفاش تتا باش تبدا تتعلم. غادي تمشي منوع الضرب هنا حد هنا، ما كاينش الدفاق، ما كاينش هز رجلي، ما كاين والو. هاكا غادي تخرج ما غاديش يضربك هو. شتيها غادي تعقب هادي، غادي تجي الاخرى في البلاصه طان تدور واحد فوالا، ونخرج اون كارد بشويه عليا. يلا هز يديك، يلا لا خليها تخدم، قوش درواز جمع يديك، خرجي ما تبقاش متكيه معاه، هو ما باغيش يضرب معاك. ترينيت تقريبا في الكاراتي، في تيكواندو، كيك بوكسين، طايل، كيوان، لايت كونتاكت، شي حاجه ما مرتاحيت فيها. جيت الملاكمه مرتاحيت، يعني دابا كنفضلها كاع على الرياضات. ضرب اللي قات، ضرب وخرجي، خرج ضرب اللي قات، ضرب اللي قات، ما تحليش يديك. الملاكمه عندها مؤهلات ماشي بحال الطاي بوكسين وكيك بوكسين، يعني كتشاركها مع بعضياتها. الملاكمة لا، كتخرجي على برا، تدخلي للمنتخب، شحال من حاجة. سمعتي؟ واخا تيضرب هكا، تضرب، سرح يديك، سرح يديك، شتيها؟ 79 أسست البطحة، أنا اللي جمعتها، أنا اللي تنصرف عليها، أنا اللي تندرب فيها. دري دابا تيجيك ما قرا ما تعلم صنعة، تشدو تنقدو من الشارع تجيبو باش يخدم. تقول له ها مسكينه ولدي، اش كاين اش كاين، بغيتي تقلب على راسك مرحبا، ما بغيتيش الله يسهل لنا عليك. يعني تنديروا معك واحد المجهود تمشيو بحال هكا. ١٤ سنة طلعت لعبت الملاكمة وتكلاسيت بروميير في بطولة المغرب، والعام الثاني عاوتاني دخلت النصف النهائي ديال بطولة المغرب هوات. العام الثالث درت بطل المغرب، ومن بعد وقعوا لي شي مشاكل وشي ظروف ماديه وعائليه وحبست الملاكمه، يعني تقريبا شي 3 سنوات. صافي تتاح لي الفرصه عاوتاني، تلاقيت با صالح قال لي رجع تريني، رجعت عاوتاني تندير رياضه الملاكمه، رجعت كنتريني، يعني جاني ذاك الحماس اكثر من الاول. رجعت في 2012 فحال تحلوا لي البيبان، وبقيت متبع كل عام تنتكلاصا بروميات ديال الشاوية، تنمشي دومي الفينال، تنوقع شوية في الفخ، تندير شي أغلاط، حتى رياضة الملاكمة تبغي شوية الصبر، حتى إلا ريحتي نهار ولا يومين تمشي لك هذاك الشيء كامل اللي بنيتي في عام. لوان لوان، نزل نزل نمشيو لبلاصة، نزل دغيا نزل، يلا بالي يلا نمشيو.
هنا درب غلب ما كانش فيه الملاكمه، تندخلوا للحلاقي تندابزوا. شافنا واحد السيد قال لك اودي انتم تضيعوا راسكم، علاش ما تجيوش ترينيو البوكس؟ قلنا له احنا راه ما عندناش البوكس في درب غلب. واحد النهار عيط لرئيس الجامعه قال له ودي راه بغينا نديروا البوكس. جمعنا الوليدات مشينا سيدي كونا افريقيا سميناها نجم الشباب 79 كونا شباب البطحه ومشينا غادي بالمسيرة دابا الحمد لله. وانت وحدك شكون اللي في الصراحه الجود يعني باش تكون عطينا الابطال عطينا ابطال وطامعين مازال نعطيو ان شاء الله الا بقى طال الله العمر شويه باقي واقف على رجليا تنحلم باش نوصل شي بطل العالم ولا بطل اولمبيك تنحلم يعني. ولو الماتريال اللي زعما ناقص وداك الشيء الحمد لله راك عطيتي ودابا كاين تطور كاين تطور. واش كنا درنا الشروطه السي ادريس نسيتيهم؟ لا دابا الرياضه ولا فيها تطور. واش نسيتيهم؟ راه اللي قالت باش كنا تنلعبوا باقي نحيي ديال الحلفه فيهم السليف ديال العود تقال راه الكاسكات باش كنا تنلعبوا. حميد هاد التصويره ديال با صالح غتكون في الستينات ياك 63 62 ياك 62 61 ياك هذا خو مهدي واتين هادو هما الابطال اللي دازوا في البطحه قزيبره مصباحيات باغي حيلي حتى هو كان مزيان حتى هو دوز البوك المهم ما قوليش واش تعرف ما نعرف اسطورات اسطوات اللي دازوا في البوكس ديال البطحه في البنات ياك دابا انت خصك تعرفي البنات انت بلاتي عندك وحده هي حسن الشقاق انا وغيرك هاهي شتيها مسكينه هادي اللي دوزت البوكس انت كاينه زينب بطله المغرب سنه عقيد بطله المغرب الجماغات ولا ثلاثه ياك شبرت مروك عندها جوج جوج بطولات بطله البحر الابيض المتوسط هي قبل مسكينه ما تدخل الفريق الوطني ماشي توفات واحد الحاجه نقولها لك شي الا بقيتي الا بقيتي زعما مستعمر في البوكس طيشت تمشي بعيد. الاغلبيه في الناس كاملين اللي جبدنا دابا السميات ديالهم ما تيعقلوش على الخير ديال المدرب ديالهم واي واحد تيتلافى حتى لباه وما مخيشوش من المدرب حتى هو عطاه كشاف هو عطاه شحال من حاجه او بصراحه الله يطولنا من عمره الله يسهل عليه. هاد الاعوام الاخيره تعلم مع هادوك الملاكمين اللي دابا تيستعدوا باش يكونوا ابطال ما مختاريت الاحتراف دابا يلاه ان شاء الله ناوي ندخل الاحتراف. هادي وعرت شويه السي ولات فيها الميزانات ها اللي قلنا يونس شحال داير في الميزان يا وليدي راك جبتي الميزان معاك يلا راه نشوفو هاد حوايجك نشوفو بعدا قبل هي الاولى حطها مقاده ستين ياك هاري سيمون ميزان هاري سيمون طلع سيكونتيان كيلو تري بيان علاش ما تغديتيش اليوم؟ مالك صايم عايش من ميزة غادي تشم 49 باقي لك 3 كيلو لا لا 52 و 52 يلاه تاكل شويه وتعالج هو دابا هو داير 51 دابا اللي تعبر يلعب الميزان حتى دابا ما كاين اللي دار شي ولا غتعالج تبقى وتلتزم حيت ما بقى والو دابا بقات 15 يوم ولا شحال ماشي السيمانه هاد السيمانه غادي تعبروا يلا
زيد ما تخلطش ان شاء الله شاور تتعرف 41 41 حيد حيد 16 مون 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 زين زين ما خلاتنيش الوالده قالت لي ايش تكمل الدوره السلام خالتي كي داير لاباس بخير مون مالو باش يخلي يخرج لا خصو تيخرج التمارين ديالو عاد يخرج علاش مالو محافظ مون ولا شنو صاحبي ما غدراس هذاك عندك شنو فيها صاحبي لا قاية زينة لا 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 تنت قاعد صاحبي دوي معايا لا قاية زينة لا بوكسين لا ميزان شادو بقاو حنا مقابلين مروان 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 حنا ما نتغيني وحنا ما نديرو والو حنا بقاو مقابلين كتا شكون دابا داير في الميزان؟ كتشعر معايا كذاب كذاب انا عارف شك دابا معايا واش كذاب معاك تضحك عاجبك الحال ياك هي السيمانه الجايه غادي تلعب كي غندير ولاد 44 كيلو نبقاو نشربوك عاوتاني في الماء ونبداو نفخوا لك في كوشاف ما بغيتش يطلع الميزان في السيمانه الحاجه الاولى اللي غنوصيك عليها النعاس بكري الطوران ما كاينش تغيني ساعه ساعه ونص بشي الدار الماكله وتكثر من الوجبات اللي بانت لك في الدار كولا انا ما درتيش 44 لاصقه ولا 44 و100 غرام ما غتلعب مع واحد فيتك دير 40 كيلو بطوله المغرب ماشي بحال قالة بطوله المغرب غتلعب مع واحد بوكسور يعني بحالو بحالك سمعتي الا ما جاتش بالقلم غنجيبها بالذهب ما نحولش على القرايه بوحدها قرايه ورياضه هاد جوج حوايج غيهربوك من 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 بنادم وغيهربوك من العشاء المسخاق شافق معايا ولا لا وكل ان شاء الله غوت وقول ان شاء الله ان شاء الله اوكي والله يلا كولا بخونا فول خاص اخ كولا قصير واه واحد كيلو دابا غيتزاد في الدار كيلو ولا ماشي كيلو الجامعة الملكية للملاكمة عطات أمر ديالها تنقيب على الشباب وعطات تعليمات للعصاب باش يقلبوا الدراري باش يكون واحد الشاب الله من هنا للألعاب الأولمبية الجاية ماشي هادي سيمشي مثل المغرب حنا هنا البحث على الشباب يشاركوا في البطوله الجهويه كل نادي تيجيب الملاكمين ديالهم اللي عندهم حق انهم يشاركوا في البطوله اليوم الوزن العام هو انه جميع الانديه كتجيب دوك الملاكمين كاملين اللي عندها باش كل نادي كيفرض الوجود ديالو على اساس انه باش يكون عنده المشاركه ديالو في البطوله الوطنيه حتى واحد ما يبقى ليا فوق الرينك حيد Thank you.
زيدك اللي خاص ينقص. واحد وسبعين وستمية. واحد وسبعين وستمية. واحد وسبعين وستمية. كاملش الوزن ديالو فاش طلع 44 و400 واحد كيجري ينقص كيلو اللي غادي لعمه كينقص كيلو كيجري وهذا كنطلعوه كياكل باش يطلع لهذاك الوزن لان القانون اللي كيحتم عليه دخول البطوله اولا دخول الملاكمه خصو يدير هذا الوزن ديال 44 و400 ماشي والدك عليا ها ماشي والدك عليا علي والو قال لي نص كيلو غيزيدو دابا شوف حدا شنو تستاهل حدا شنو تستاهل بزاف اشرب شي 4 شحال اخذت فيها 42 و41 غاشي كتشرب الماء لا ما نشربش الحليب بنات شرب الحليب الصباح اخويا العواصف شنو باش تزيد رسالة ولا كاين باش مقصر في عزيز اخي بحاجه في البوكس يا ميزان مازال انا عندي المعدي 107 باش نطلع داغ ونهبط داغ نهبط ل 100 ونطلع ولكن الميزان ما كيجيش كتشد في السيمانه الميزان راه كتشد على واحد المود دابا على واحد المود الميزان بلاد مره كيجي راه كيجي في السيمانه وباغي يطيح ما عرفتش شنو اميمه مدرسه ما كتجيش في الميزان صافي طلع لي علاش مات واش تشد ليا شحال دابا سعودو هذه هي في الميزانيه دابا ديال 75 انا لعبت 75 تقدر تطلع لك 75 سمى 69 لا لا علاش حيت اصلا العام اللي فات البطوله خاويه ب 75 حتى دابا ما تكون خاويه عندنا بطوله غير غتلعب سمعت قال لا ما لعبت سعود السيمانه وطيحي انا طيحت دابا سمعت واحد الحل وتصنطي نعطيك واحد الحل عايز يدير الهضره نعطيك واحد الحل زوين دابا فكري مزيان دابا انت دفعنا على 75 دابا 69 مشات دابا غتوافقينا 75 دابا في البطوله غتلعب 75 قال لها راه مزيانه انت هاد المارياج ديال المجموعة ديال الملاكمين على حساب المعطيات اللي عندنا على حساب كل فئة على حساب عدد المباريات لأن كتهمنا أول الدرجة الأولى هي السلامة ديال الملاكمين مجموعة من الملاكمين اللي كانوا العام اللي فات وكاين هذا العام حاولنا نديرو واحد مارياج بيناتهم باش يبريباريو
المباريات المقبله ان شاء الله. هاد كيصلح السي مصطفى عنده جوج كومبات وهاد بقعود عنده زيرو كومبات. هاد الزروال مع القنيطري زيرو كومبا زيرو كومبا. عطينا مسكيني مع معاني أسامة. هادو بنات. انت لاضات ديال الكومبا؟ مشعل. السبس. بعد السيمانة الأخرى اللي كتبقى لي الكومبا ما كنعطيش واحد الطاقة. فهمتيني كنمشي للصال غير كنخدم كلشي غير وراشمون الماكله خصني نعرف شنو ناكل باش ماشي نجي تنهار الميزان ونبدا عاوتاني نجري ونبدا نطيح ونبدا فهمتيني يعني في الليل نحاول مع الربعه نحبس الخبز نحبس ناكل لي صلاد والعصير ما يكونش حلو لان حتى الحلاوه هي كتزيد فهمتيني ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله في الكومبا انا عارفك بان مقاتل وفهمتي الا دخلتي ليكيب ناسيونال خصك دير بلاصتك ان اي واحد طلعوا لك في ميزانك ولا اكثر منك في الميزان ولا اقل منك خصك تسلقوا فهمتيني غير ما بين شهر واحد لشهر ربعة تزادت فيا الكيلوات كاملين تقيت في 69 تلقيت فيا 75 أنا قال لي ببا صالح راه غطلعي 75 قلت لي لا قلت لي بغيت ندير في 69 قال لي غير لعبي في 75 معي وفيا 75 كنقول لهم لا ألعب في 69 حيت كان الوزن ديالي هذيك الساعة دابا غدا اش غديري في الميزان غيضحكوا علينا عباد الله او تيبو وحدك واقيلا اللي ماشي داش الميزان يلا اونكا طلقي غوش الو انا يلا غادا في الطريق نعم يا ربي سالنا نكون شاده الميزان ما فيا ما نبقى نجري ونتريني يا ربي امين يا ربي امين الله يعاونك
عندك شي في الميزان؟ ها خلي على الله صافي راه درت 73 73 73 كيلو 73 قال 100 عاجبك الحال ما عجبنيش الحال وراك عارف شنو غندير الدار مع نفسي انا نفسي كنت عارفه نفسي انا ما عارفش مالي دار مع نفسي ما نضربش مع نفسي ما باغاش تغيني وما باغاش دير حتى شي باغاش كلشي شي على عينيك راني تغيني جا داك لونطريو ديال الميزان تغيني داك لونطريو ديال الوالد راه البارح تما الحمام راه درناه وسط لاصال اش غادي نقول لك كلشي راه الله غالب انا ما عندي ما ندير داكشي 3 ايام ما كليتش ما اخذ الصباح هذا وفي الاخر ما شاداش الميزان 3 ايام ما واكلاش انا باش نشد الميزان انا شنو كرهت فيه بقى تقول لي بحال هكا دي الميزان انا ما تشدش ها لا لا اللي قلبنا على راسنا هاد الايام شولنا خدامين بهم هما ها هي الدراري كنت تقول انا ندير بريباري انايا وما غيتهملو وفي الاخر جي في الاخر وتزيد ب 4 كيلو ماشي حتى بكيلو هاني راه مابقاش فيك الحاله من بعد هاد العام تلعب العام الجاي كي الصراحه غيطلع لك الدم حيت ما انت كدير خدمتك كتكرفص معاهم في الاخر ما كتبانش الخدمه ديالك راه غيبقى فيك الحال انت اللي خاصك تجمع راسك شويه حيت الميزان راه اول ادفيرسير ديال الفلافوكس راه هو الميزان بصحاك شي والله ملي ما كانش ما كانش كيشد الميزان ديالو قلنا له غنغنى له لعبه ب 75 كل عاد 75 مزيانه لا واكلو تشد بلا فورس ديالك نصيحه ليا انا فحال اميمه تبعد من البوكس صافي اللي ما عندوش القلب ديال لونطريمون اللي ما عندوش القلب ديال الميزان وديال لونطريمون بصحه بالنسبه لباقي راه تلاحظ ديال الدومين هي دابا بدات فيه صغاره فهمت الا تلاحظ الدومين ضروري خاصه واحد الوقت باش تمشي معاهم في هاد لاين ديالك صح اصبر واحد شويه الله يرحم عندنا راه رديتي وليت بغيت الضربي زيدي برجلك القداميه ورجلك اللورانيه في دقه وضربي بلا ضربات بحال دابا كانت بعيده عليك زيدي بهم بجوج نقزي بهم وعاد ضربي لا ضربات فهمتي شوف واحد النقطه اخرى عندها عشان ملي كتبغي الضربي شوف كيف كديري ماشي كتزيدي كتشكي بحال ما كتشكي ميمه والله انت غتربح حسير لا ان شاء الله غتربح لا ملاحظات شو صار لا وميما غادي البطوله وميما بطوله المغرب ديالها هاد العام لا بطوله المغرب ديالها ما عايده ليها حتى هو هذاك العام لعب شي بلا كاس لا 12 دقيقه ما نخليش فيها كان ترين ساعه ونص حيد من 12 دقيقه نحطها فوق الرينج هوب هوب في الحال ما طيحش وزن وما سمعتش كلام با صالح وريضه تحيت دابا شهرين وكتضرب معايا ريضه شدي 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 كنقول لي غنشدو وكان غالب الله Thank you.
نمشي نلعب بعقلي، سمعتي؟ عرفتي شنو تيتسناك؟ لا انت ولا حسنك، يلا عيطوا لينا ثاني يهضروا معنا. الله يرضي على بنتي، كوني قاصحة وكوني صرور، قلبي على المستقبل ديالك. فوالا بين مزيان خرجي فوالا صافي أميمة ما تشدش معاها فوالا هز خرجي هاي فوالا هاي قلنا قبيلة فوالا شو يعني خلاص شو يا بعقلك من الإعلان دي بلاصة وأبوش هذا الوقت طبعا خذوا ما خلي من تجتمع ولا خرج بحالك خرجي من بعيد من بعيد حيد سليم مبروك الأسرة كيف الحيوان فين أخشي صحيح بخير صحيح أخشي مبوك لا لا تبارك الله والله الا لعب شي زوين وحق الله صراحه صافي ان شاء الله مازال نديرو لك سبارينغ مع شي بوكسور حسان بدك وات لعبوا الحشيرات لا لا تبارك الله كوراجور نطبق على كومبا في الحشيرات مع حسن رشكا المهم انا غدا ربما لعبة النهار الحد الله يسهل عليك اخشي يا ربي يعني الله يسهل عليك والله الا ما عندي ما يتسالك عجبتيني اخشي تبارك الله عليك الله يعاونك اخشي بسلام باش بديت انا البوكس ديك الساعه كنت باغي غير نتريني ما كنتش كنفكر نولي بحال هكا جانا نطلع نشارك مباراه فوق الريم شوي باش تريني شو الرايده قلت لي راه كنلعب مزيان شمو ساعدني ولا كيجيب لي اللعب بوكس باغي نحقق به الحلم ديالي باغي اولا نعمر به الاوقات ديالي باغي ان شاء الله نولي بطل مساء الرابع هاي هي البريميوم كومبات 46 هاي 46 هاي اجيب بيت معاه بالهمام ايوه هذه خصنا نحيدوها ان شاء الله ان شاء الله الو لا بس الحمد لله فينك درس جبت الميزان درت 44 و300 لعب مع هذيك ال11 بحال هكاك الكومبا الاولى 11 ولا 12 حق جيب لي حق اقول امي ما تجيب لي مع الحوايج حاجه ما جبتهم معاه صافي كولاني الله يرحمه صافي الله لا بيت فرجنا اخويا هذا نعمر لك بها الكروشيات صافي هادي دير ارباح ان شاء الله كون راجل ما تصغرش ليا البنادم
بغيتي دير داكشي اللي داير ولا قبل منك انا غير جايه نديرك واحد احسن من هادي انا راجل لعب لي ديريكتات جوج ديال ديريكتات بوش بوش دروا تنضرب هنا للوجه ما نضربش هنا الراس بالسفينجات حقاش دابا انت غادي تلعب الكومبا ديالك انت الاول خاصك تفتح مزيان وتضرب ديريكت ماشي وعينك مع معنا باش الوقت اللي كيقولوا لك في البدايه قبل ما تلعب شي كتعقل عليه شي لا حتى ديك الساعه باش كطلع الكومبا كيولي زعما واحد اخر كتنسى كل شيء ديك الساعه كتفكر غير في الكومبا كيدوز يلا انا متفلي واش هذا وقت فلي يلا زيد اسي بسم الله بسم الله شيلك مزيان شيلك مزيان خرج على اللي قال عيط على هذاك تا هو عيط عليه شعب الله بخير لاباس هاني بخير انت الاول بين يديه سمعتي انت الاول بين يديه غوش مجموع نلعب لي مجموع نخرج بالديريكتات جوج واحد جوج ثلاثة وهيجي لي على وجهي يلا يلا واكم فوالا فوالا طالع دابا اللاعب كنفكر غير في الكومبا ديالي خاصني نربحها باش ما كان باش نربحها ما حش ما غاديش نفرح غير انا راسي فرحانه نفرح معايا الشاب رايده ديالي بصالح والديا مع دوك الناس اللي باغيينك تخسر غادي يفرح مع يديك الفوق حيدا حيدا خدام خدام تما ايوا ايوا اسيدي اسيدي فوالا سيدي ادخل عندو مكسر دخل عندو دخل عندو خدم ناقص 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 حيدا حيدا خدم اربعة ثلاثة اربعة ثلاثة كنا نضرب كنا او قبل ما تفوش دروا تفوش اربعة خمسة لعب واقف ونحيدا فوالا سيدي فوالا سيني من آخر والله مزيان سيني أول شيء حيدر ما تسمعش حيدر والله عاود هزيد هزيد أتاك حيدر يلا يلا هاكا جمع جمع والله خدام جمع خدام الله وانا والله جمع وانا جمع وانا جمع 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 زيد 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 والله هزيد حيدا حيدا 30 ثانيه مروان حيدا 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 ها شد شد ضغط زيرو شد زيد داك وليت كطيح لاكار وخدم مع الضربات بقاش ضرب ضربه وحده بدل لعبك اصاحبي ريسبير جمعوا حيدا جمعوا حيدا فوالا جمعوا حيدا خدام يلا حيدا 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 ماشي غازل دابا حيدنا علينا سير وسط خوتك حيد نوض طلق من الدري طلق منه خليه يمشي حدا سير حدا خوتك وتصور ما كاينش باقي صغير حقاش الا ما تصنتش في الصغر ما غاديش يتصنت في الوقت ديالو الا ماشي من دابا كان يتصنت راه سي تروب سلام البطل ربح ديالنا البطل ديال علاش على هذاك اللاعب خصك تلعب كنت تجمع له من يديه حنا هنا وصينا قلنا لك تجمع له بين يديه ما محيدنا لكم بالاولى بصالح بعد هذه مربوحه الحمد لله هذا خصنا حتى هو نقولوا له من فضل الله مبروك حتى هو نشجعوا دابا نزيدوا نشجعوا الناس دابا اش تتشوف تتشوف واش طلعتوا اش عطيتوا سمعتي بصح هما عارفين المسائل وين خصك تشوف واش عطيتي
اشنو طلعتي اليوم اشنو نتجتي سمعتي هذا هو المشكل ديالو ودابا مزيان ما خصش بصالح ما خصش بصالح يقول لك مزيان من الاول حتى تبين تبارك الله هو كان هاجر يلا يلا حنا غاديين في الملاكمة ديالنا غاديين حنا دابا في العصبة ديالنا حنا المكلاسين حنا الأولين حنا هاد السنة بقاو لينا تبارك الله ديال 6 ديال الدراري 3 في كأس العرش و3 في البطولة و3 البنات بقاو في النالات 9 الناس ما كانش فريق اللي بقى عنده 9 ديال عباد الله حنا مزيان هادشي الحمد لله يعني نفتخر بوليداتنا